من جديد تصل إلى رصيف ميناء المكلا باخرة نفطية ضمن منحة الوقود السعودية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة. هذه الشحنة هي الخامسة على التوالي، تضم أكثر من 6000 طن من مادة الديزل، تستهدف 5 محافظات يمنية. سفينة أميرة عدن تصل اليوم ميناء المكلا لتفريغ حمولة 6520 طن متري من الديزل، الدفعة الخامسة من المشتقات النفطية المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لمحطات وقود الكهرباء مخصصة لغرفة عمليات المكلا والتي تشرف على 5 محافظات بالإضافة إلى المكلا وسيئون في حضرموت، محافظة المهرة وشبوة ومارب والجوف. وإلى جانب تدفق منحة الوقود السعودية، تقوم لجان رقابية حكومية ودولية بالإشراف على عملية توزيع الشحنات لضمان استفادة جميع المحطات الكهربائية من هذه المنحة. بالنسبة لهذه اللجنة شكلت من قبل الحكومة للاطلاع والرقابة المباشرة على توزيع وضمان شفافية توزيع وقود محطات الكهرباء، وحتى بوجود عدد من الجهات الرقابية، شركة سايبولت الهولندية العالمية هي شركة الرقابة المحايدة، وكذا ممثلين عن الجهات الحكومية الجهاز المركزي وكذا غرفة التجارة والصناعة في جميع المحافظات المحررة. انعكاسات منحة الوقود هذه أثمرت بتحسن واستقرار كبير في التيار الكهربائي، وهو ما بات المواطن اليمني يعيشه واقعا ملموسا في مختلف مجالات الحياة الخدمية منها والمعيشية. لا تتوقف بواخر منحة المشتقات النفطية السعودية في الوصول إلى أرصفة ميناء المكلا، هذه دفعة جديدة ضمن سلسلة دفعات لتنير أكثر من 5 محافظات يمنية. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية، من ميناء المكلا.